موضوعنا اليوم حيكون عكس المواضيع اللي حكيناهم قبل. موضوع اللي حنحكيه حيكون كيف نقدر نزيد وزننا بطريقة صحية وندير بالنا على كسماتنا وما يطلع فيه عنا الديفكتس العجل والكرش والمشاكل اللي ممكن تطلع بكسمنا. أول إشي بقدر أقولكم يا لازم نزيد من عدد الوجبات اللي إحنا بنتناولها باليوم. يعني فلنفرض إحنا بناكل 5 وجبات بدهم يصيروا 7 لـ9 وجبات. طب 7 لـ9 وجبات بس بدهم يكونوا نقريش؟ لا، دايما نحافظ على الفطور وعلى الغداء وعلى العشاء. بدها تكون كمية الكربوهيدرات اللي موجودة بالوجبة عالية جدا، حتى لو إحنا ما قدرنا نخلص الصحن اللي قدامنا نتركه على جنب ما ينكب ونرجع ناكله بعد نص ساعة لما تصير معدتنا قادرة تتحمل تاخد أكل كمان مرة. من أكثر التبس اللي بحب نركز عليها بزيادة الوزن الزيتون. الزيتون من أكثر الأكلات اللي إحنا بنحبها، موجودة قدامنا بنقدر نقرشها. بفضل ناخد 7 حبات زيتون مع كل وجبة. التبس الثاني اللي بقدر أعطيكم إياها الجبنة الصفرة، بنقدر ناخد قطعة جبنة صفرة مع الفطور ومع العشاء زيادة. الإشي الثالث اللي بقدر أقولكم إياه ركزوا على التمر. إذا قدرنا الصبح أول ما نفيق ناخد مع فنجان الشاي أو القهوة أو إيش إحنا عم نشرب الصبح 3 تمرات، بنقدر ناخد السكر اللي إحنا بحاجة إله نفتح شهيتنا. في ناس بيقولك أنا ما بقدر أفطر، إيش أعمل؟ المشكلة إنه إحنا ما نفطر، لأنه إذا إحنا ما أفطرنا ما حنشغل جسمنا وما حنخليه يبلش يحرق من أول وجديد. مشان هيك وجبة الفطور هي البنزين لجسمنا الصبح، إذا أكلناها حيبلش جسمكم يحرق، حتبلشوا تجوعوا. السناكس اللي بالنص بين الوجبات بنكون دايرين بالنا فيهم، لأنه إحنا بنحاول ناخد من هالفواكه، بنحاول ناخد الخضار. إذا إحنا كان جا عبالنا من الحلويات بنفضل نروح للكوكتيلات اللي هي من العصائر الفريش اللي موجودة. الحلويات الثانية مثل الشوكولاتة والتشيبس وهي الأشياء نحاول نقلل منها، لأنه إحنا عم ناخد الزيوت الضارة جدا. نركز على شرب المي عشان ننظف جسمنا أول بأول، بس مو حنزرق وجبة مرة بالأسبوع من الأشياء اللي أنتوا جاي عبالكم إياه. هيك بنكون ضمننا إنه أخذنا نصائح سريعة كيف تزيدوا وزنكم بتبس صغيرة. رمضان كريم عليكم، إن شاء الله نشوفكم بالحلقة الجاي.